محمد راجعت واهلا بيكم من جديد مع هيثم في الصين. انا موجود في ما زلنا في معرض الاجهزه الطبيه هنا في الصين دلوقتي. طبعا جبت لي المستوى صعب جدا طبعا ده حاجه طبيه حاجه طبيه الطب فيها ده جيمز عاديه بس، ولكن ان انت بتقدر ايه يعني انت بقول له طب انا هستفيد ايه كانا كبيشنت او مريض او كده. فقال لي ان انت بتحرك عضلاتك بالظبط كده زي ما هو بيعمل. اوكي 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 زي ما انتم شايفين كده زي ما انتم شايفين انا يعني جيمز صغيره بس والله انا كويس قوي في الجيمز والله كويس. واو يس يس طبعا يعني حاجه جميله هي سهله شويه ولكن يعني ميزتها ميزه كويسه ان انت بتحرك فعلا. انا بحرك دراعي رايح جاي زي ما هو شايف زي ما انتم شايفين كده فعلا رايح جاي 360 درجه. انا شايفها ميزه كويسه قوي يعني هم اولاد السنين عفاريت يعني عارف اي حاجه يفتح لك اي حاجه. طبعا هو ليفل جايبين ليفل هادي شويه في حاجات اصعب من كده بشويه لكن الميزه هي فعلا زي ما انا بحرك دراعي جامد زي ما انتم شايفين رايح جاي ميزه يعني حتى بيقول لي كمان الراس انت بتقعد تفكر وان انت تسك كتير والكلام ده كله. فطبعا هي حاجات بسيطه لكن برضه حاجات ممكن تتباع كحاجه برضه نوع من الرفاهيه يعني ده للعيان اللي هو ايه العيان اللي عايز يعمل رفاهيه شويه ممكن يشتغل في حاجه زي كده او ممكن دي حاجات مش شرط ان كل الناس هتجيبها لكن في ناس هتجيبها. والله انا يعني عارف انت اللي هو واحد كيو شويه كده يعني كيوت شويه عادي ممكن نجيبها له يعني ديفايسز واجهزه بتتباع. انا بحاول اسالهم على السعر دلوقتي سعر تقريبي بحيث ان يعني برضه نعرف السعر كام. بس الميزه زي ما قلت لكم الميزه انها بتروح وتيجي الماوس نفسه او اليد نفسها بتروح وتيجي 300 ممكن اعتقد 180 درجه كده 180 درجه تتحرك. مش بقول لكم بتاعت الناس اللي كده ب 20,000 دولار يعني اللي انتوا كل بالشاشة بالكيبورد بالجهاز اللذيذ ده 20,000 USD ب 20,000 دولار طبعا يعني بينه وبينكم يعني طبعا يعني بس في ناس بتشتري في ناس بتشتري بدليل ان هو مصنع وعاملها وبيبيع وشغال كويس كويس اتفرجتوا عليها خلاص الحمد لله خلاص بقى ما حدش يشتري ها ما حدش يشتري شو تايجويلا انا بقول له غاليه بالصين يعني غاليه بيقول لي لا مش غاليه ولا حاجه طبعا انا بعرض لكم كل ما هو جديد بحاول اعرض لكم حاجات متنوعه من معرض الميديكال اكويبمنتس هنا في جنوب الصين. خلينا اجيب لكم حاجات جديده. خشوا على قناتي على اليوتيوب هيثم في تشاينا او هيثم في الصين واعملوا سبسكرايب ومشاركه وتقدروا ان شاء الله تلاقوا كل ما هو جديد دائما اكثر من 650 فيديو بيتكلم عن التجاره والبزنس مع الصين. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.